هات الكيس لنرى ما فيه. ماذا سترى يا سيدي؟ ليس فيه سوى الدراهم. أنت لم تنكر وديعته وحفظت أمانته طيلة 15 عاما ولم تفتح الكيس في هذه المدة، أليس كذلك؟ أجل يا سيدي. وهو فض الختم بيده وأمامك ثم جاء بك إلى هنا والكيس بيده ولم يفارق ناظريك. هذا ما حدث وأقسم على هذا. فكيف دخل إلى الكيس إذن هذا الدرهم؟ هذا الدرهم الذي سكه سليمان بن عبد الملك قبل 5 سنوات. وكيف دخل أيضا هذا الدرهم الذي سك من 1 سنة فقط؟ كيف فاتني هذا؟ ماذا قلت يا حافظ الأمانة؟ أقسم إنني كنت في حاجة فاضطررت. اضطررت؟ متى استباحت نفوسنا الحرام لحاجة كانت أو فاقة؟ أليس هناك من دور تعين الفقراء والمساكين؟ سأرد له التنانير وأزيده إن شاء. ستفعل رغما عنك، ولكن هذا لن ينجيك من الحد والتشهير بك أمام الناس. أيها الحراس، خذوه من أمامي. الرحمة، الرحمة يا سيد القاضي، الرحمة يا سيد القاضي. إليك هذا الكيس. جزاك الله خيرا يا سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بال الناس هذه الأيام؟ ضيعوا الأمانة وباعوا دينهم. فما بالك بمن اتخذ من الدين غطاء استحل به ما حرمه الله؟ قبحه الله من خاسر. وما بالك بمن قبح عملا ثم فعل؟ خاسئ خاسر. أليس هؤلاء من قال الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال فيهم أيضا: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بلى بلى. وأنت ألست من هؤلاء؟ معاذ الله، أما سألت الناس عني؟ فعلت، وكدت أشكك في ادعاء جارك أبي راشد حين سألت عنك. أبو راشد؟ نعم، أبو راشد. أتعرف كيف علمت أنك كاذب ومدعي؟ من يخلص لله لا يشهد الناس على أفعاله ليقولوا إنه متصدق وعابد ومتعبد. استرني، استرني، سترك الله. من ستر نفسه أمام الله ستره الله أمام الخلق، ومن ادعى على الله كذبا فضحه الله وجزاه بشر أعماله. أيها الحارس، خذوا عدو الله هذا من أمامي، طوفوا به في السوق مربوطا بذيل جماله، ونادوا عليه أمام الناس جميعا: هذا خائن للعهد، هذا سارق للأمانة، ادعى الهدى واتبع الهوى وباع دينه بالدرهم والدينار. والله
والله إن بعيرك العشر لتعجز عن جر أوزارك. ما بالك يا عماه؟ بالكاد مسست الزاد. شبعت والحمد لله. بالهناء يا عمي. أعطيني القرآن. ما حاجتك له وأنت تحفظه وتحفظه؟ إني أستحي من عيني يوم القيامة عندما تعاتبني لأنني حرمتها من النظر إلى كلمات ربها. ليت جميع المسلمين يعظمون القرآن كما تعظمه أنت. والله لا أخشى أن نكون ممن قال فيهم الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا جعلنا الله منهم يا عماه. اللهم آمين. أنا ذاهبة لإحضار الماء، أتريد شيئاً قبل ذهابي؟ بارك الله فيك وفي زوجك، والحمد لله الذي وهبني ولداً باراً كفاني دنياي وفرغني لآخرتي. إن للمتقين مفاداً حدائق وأعناباً وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. كيف يعصون أمرا لعدي وهو الوالي الذي ولاه الخليفة؟ لا ولاية لوال في حدود الله. إنه من التابعين وابن صحابي، أفمثله ما يجهل حدود الله؟ وأهل زوجتك خاصمونا إلى إياس القاضي ليحكم بيننا، فلا سبيل لردها إلا بحكم القاضي. وإذا حكم لها؟ ابحث عن غيرها. وأين لي بمثلها؟ ولما لم تفكر في ذلك قبل أن تحلف عليها؟ وأنت ألم تفكر في أن أهلها سينتصرون عليك؟ ولولا هذا ما كنت مشيت لك في هذا الأمر. اصمت ودعني أفعل ما أفعل. ما دام القاسم قد صار في هذا الأمر فلن يقف إلا بعد أن تأتي إلي صاغرة ذليلة رغم أنفها. أجل، هل ألحق به؟ لا لا لا، هو لا يحتاجني. نعم، أما أنا فأنا حزين، أنا مكلوم مكلوم مكلوم، لذلك سأذهب لأروح عن نفسي مع صحبي وطاسي. ماذا كنت لتفعل لو لم يعترف من نفسه؟ كنت سأضطر لمعاينة الصباغ لأميز الحمام الذي جف عليه الصباغ قبل غيره. إذن ما كان لينجو منك حتى لو أنكر، فعل خيرا بالاعتراف. فعل خيرا باعترافه فعلا، فقد وفر علي عناء المعاينة. أبي أبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الذين يتلون كتاب الله
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لا حول ولا قوة إلا بالله، كان الله في عون إياس في مصابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها خطاياه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله والله إن هذا ما يصبرني على مصابي. ماذا؟ أفيه شيء؟ يا ابن صاحب رسول الله، دفنا معاوية رحمه الله الليلة، ولا أظن إياس سيجلس للقضاء قبل أيام وربما أسابيع. إلى متى ينتظر ولدي؟ أجل، إلى متى؟ وكيف يقضي وقلبه منفطر وعقله غائب؟ ألا ترى حال ولدي وهو يرعى صغاراً أمهم غائبة؟ ومن قال إني لا أستطيع أن أرعى صغاري؟ فأنا في كل يوم بعد أن أعود بعد قيام الليل أقوم فأروي لأولادي حكايات عن التقوى والورع. ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدخل علي أول الشاكين. عذرا منك يا سيد القاضي، ولكن الناس يعلمون مصابك ولن يمانع إمهالك بضعة أيام ريثما. حق الناس أولى من حزن إياس. أدخل علي أول شاك. أمرك سيدي. ألست المهلب ابن القاسم الهلالي؟ أجل أنا هو، لكني لم أفعل شيئا. أم شعيبة بنت محمد الطائي تطلبك. زوجتي تطلبني؟ نعم، كنت أعلم أنها لن تستطيع فراقي طويلا. تطلبك للقضاء عند إياس القاضي. إياس القاضي؟ أجل لا بأس بذلك، لا بأس. تفضل. هيا أنا قادم معكما. هيا تفضل. هيا يا رجل. أنا قادم. وكيف دخلتن البيت ليلاً؟ كان الباب مفتوحاً.
وسمعناها تستغيث منه وهو على تلك الحال، فنادينا عليها وهي من طلبت منا الدخول. وهل طردكن أو مانع في دخولكن؟ لا، بل استهزأ باستنجادها بنا وحلف عليها أمامنا جميعا لتشرب أو يطلقها. فهل ذكر الطلاق مرة أم ثلاث؟ بل أكثر من ثلاث مرات. وهل تجوز شهادة النساء بلا رجال في حدود الله؟ أنا أسألهن ولم أسألك. أنت؟ أنا؟ نعم أنت. هل فعلت هذا؟ للحق فعلت، أجل فعلت، ولكني لم أقصد أن أطلقها. أما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. إذن أنت لا تنكر ما قالته جاراتك. نعم نعم فعلت، ولكن الدجاجة قد كسرت الزجاجة فلم تقع اليمين عليها. نعم، ولذلك فهي ما زالت زوجتي. أنت خصم ولست قاضيا لتحكم على خصمك، فاصمت حتى أسألك. أم شعيب، أكنت تنوين شرب الخمر لو لم تكسرها الدجاجة؟ لا والله ما كنت لأفعل، حتى ولو قطع عنقي. إذن كنت تختارين الطلاق على أن تفعلي ما أمرك به. وكيف لا، وقد خلصني الله منه ومن مجوني. وأبناؤك؟ إن أرادهم فلهم الله، وهو أرحم بهم مني، وإن تركهم فأهلي يكفلونهم وإياي. ومن قال لك بأني سوف أتركك ترحلين أنت وأبنائي؟ أصمت أنت، تعصي الله وتحلف على زوجك لتعصيه، تجبرها على شرب الخمر؟ لا لا لا، لم يكن خمرا، بل كان تمرا وماء، وأردتها أن تشربه لتعلم ذلك. يا عدو الله، إن رائحة الخمر تفوح من فمك وتكذب على الله وعلى زوجك. لا لا، هذه ليست خمرا. نعم، هذا طعام فاسد تناولته وأتيت إليك. صهم! لا والله، لا نكره مؤمنة على العيش مع ماجن، ووالله لو قربتها لأجلدنك أمام الناس. أتطلقها منه وقد أمر الوالي بإرجاعها؟ ما كان الوالي ليشفع في حد من حدود الله. وماذا عن أبنائي؟ خذيهم معك، ولا ولاية له عليهم حتى يصلح حاله. أتحرمني من أبنائي كما حرمتني من زوجتي الحبيبة؟ أنت من حرمت نفسك منهم لا نحن، فلا ولاية لعاص على مؤمن إلا بشرع الله. يا أبا المهلب، يا أبا المهلب، دعني وشأني يا أبا اليزيد. تعال يا رجل، فلدي ما يزيح كدرك. وكيف تزيحه وقد ضاعت هيبتي بين الناس؟ ومن يجرؤ على القاسم الهلالي؟ تعال يا رجل، تعال واسمع مني، تعال. تفضل 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 تفضل، هات ما عندك. جميعنا سمع بما كان من إياس في حق ابنك المهلب. أتريد الترويح عني أم تنغصني؟ اجلس يا رجل، اجلس ولا تتعجل، اجلس. ما رأيك أن تعزله وتنكل بحكمه؟ وكيف أفعل هذا؟ أنا الوالي أم الخليفة؟ ليس أنت، بل نحن. نحن؟ وكيف ستفعلون هذا؟ تشكوه بأنه خالف شرع الله وقضى بحرمان زوج من زوجه وأبنائه.
وقذفه بشرب الخمر دون برهان، بل وهدد بجلده ونحن نشهد معك. أما زلت حانقا عليه لما فعله مع أبيك كما أنت حانق عليه لما فعله مع ابنك؟ أتشهدون معي إن أنا فعلت؟ أجل كلنا نحمل عليه، ولا أحب إلينا من سجنه وجلده وإذلاله. وهل سيصغي لنا الوالي؟ ألم يخالفه إياس وقضى بما لا يرضيه في ابنك؟ بلى. إذن افعل ما قلته لك، ودع أمر الوالي لي، فأنا كفيل به. إياس يفعل هذا؟ والله ما هذا إلا افتراء عليه وحقد حاقد. نحن حاقدون عليه، ولكن بحق أم بباطل؟ الرجل ما عرف عنه سوى الورع والتقى، حتى أنه كابر بحزنه وقعد للقضاء حتى لا يعطل مصالح الناس. لكنه مغرور معتد برأيه، معجب بنفسه. أما خالف شيخه الحسن البصري ورد شهادة رجل مسلم؟ وكيف فرق بين زوجين بشهادة النساء؟ وحكم ببستان بلا بينة، مستندا إلى فراسته التي لا ننكرها عليه. ولكن متى كانت الأحكام تطلق بالظن لا بالدلائل؟ أتحلفون على هذا؟ نحلف جميعا. نحلف ومعنا رجال آخرون يحلفون على أكثر مما سمعته منا. فاكتموا هذا الأمر حتى تأتوني بالشهود وأسمع منهم. ولكن تذكروا، إن ادعيتم عليه وحلفتم جميعا فسيكون السجن والجلد ما ينتظر إياس، وهذا أمر لا يجوز التهاون فيه. نحن لا نطلب إلا الحق، كان لنا أو علينا. أيها الوالي، هل حلفت ابن ربيعة على كتمان هذا؟ هل تحلف على هذا يا ابن ربيعة؟ أحلف بأنني لن أحدثه بهذا. من بالباب؟ القاسم بن ربيعة. إياس يصلي، سيأتيك حالما يفرغ. لا ما جئت لأدخل، ولكن قولي له بأنني كنت عند الوالي فأحببت أن لا أصل إلى داري حتى أمر بكم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن علينا الرحيل الساعة. ماذا؟ ابن ربيعة جاء يحذرني ويطلب مني الرحيل. كيف وهو لم يقل شيئا؟ هناك من دبر لي في ليل، ولولا أن ابن ربيعة قد علم أنهم أطبقوا علي ما جاء يطلب مني الرحيل ويحذرني، وما حلفوه أصلا بالكتمان. والله ما شككت فيك يوما، ولكن الرحيل ليس بالأمر الهين. عدم دخوله يعني أن ما منعه هو الحلفان وليس الخوف، فهو رجل لا يخاف في الحق أحد، وما حلفوه إلا لأمر جلل، وإلا ما اضطر لتحذيري وهو يعلم براءتي. فتفر وتثبت عليك حجتهم؟ لا يا هند، لا، بل أتراءى عن الأنظار حتى يصلني ما دبروه لي وادعوه علي، وبعد ذلك أرسل إلى الخليفة عمر فأحكمه بيننا. إن كان هذا فدعنا نسرة، فإني أخاف عليك من غدرهم. رحمك الله يا أمي، والله لقد حدثك قلبك بما يحدث لي. وكيف فر هاربا؟ لو كان على حق ما فر هاربا. وكيف علم؟ من أخبره؟ لا والله ما دخلت داره وما أنبأته بما دار البارحة.
سأرسل للخليفة أنبئه بما كان، وأنت يا ابن ربيعة ستأخذ مكانه. لا لا والله ما أفعل، ما قبلتها قبل هذا ولن أقبلها بعدما كان وبعدما رأيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لا أنجو من عمر إن كان إياس مظلوما. أما زلت تشك في أمره؟ لعن الله الشيطان، من أين لنا بمثل إياس يقضي بين الناس؟ اجعلني قاضيا. لا والله لا يحل محله إلا من هو أعلم منه وأتقى منه. ومن يكون؟ شيخه الحسن البصري. هاي أنت يا رجل، لماذا تجلس هنا؟ هذا مكاني، هذا سوق للجميع وهذا طريق للعام. اسمع أيها العجوز، لا وقت عندي لأضيعه معك، خذ حشائشك وجد لك مكانا غير هذا. هيا يا بني، لقد جئت باكرا لأجد مكانا ضليلا، فأنا عجوز لا أحتمل الشمس. لا يحتمل الشمس، أسمعتم؟ لا يحتمل الشمس، ودشاشاتي أيضا لا تحتمل الشمس. إذا كنت لا تطيق الشمس فاقعد في بيتك أو تعالى بالليل. ها؟ أم أن القمر يزعجك أيضا؟ سامحك الله يا بني، سامحك الله. أتحب أن يعامل أحد أباك كما تعاملني؟ لا شأن لأبي بهذا، انصرف من هنا. هيا ولا تجادلني. هل أنت مسلم أم كافر؟ وما شأنك أنت؟ المسلم لا يفعل فعلتك هذه. من أنت وما شأنك في هذا؟ أجبني فأجيبك، هل أنت مسلم أم ماذا؟ بل مسلم. وهل تحب الله ورسوله؟ وهل من مسلم لا يحب الله ورسوله؟ الكثيرون. فالمسلم الذي لا يلزم صراط الله ورسوله هو غير مسلم ولا يحب الله ورسوله. أما سمعت إذن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فانظر، انظر إلى هذا الشيخ المسن العجوز، أي رجولة فيما فعلته معه؟ أيها العجوز، أترك لك المكان اليوم على ألا أراك فيه ثانية. هاي أيها الغريب، أجبتك ولم تجبني. تقصد سؤالك عن اسمي؟ أجل. إياس. أفر أنت أم ماذا؟